مبدأ اللاعنف يجب أن يكون هو الحاضر في الممارسة الحقة التي نص عليه الدستور في الفقرة 38. بعض القوى السياسية تسعى إلى اختراق التظاهرات، وبالتالي قد يكون هنالك مندسين يبدأون بإطلاق النار على القوات الأمنية، مما يؤدي إلى رد فعل مباشر من قبل القوى الأمنية أو جهات أخرى. وكلنا يتذكر حتى فيما قبل عقد جلسة البرلمان، قامت الحكومة العراقية عبر أجهزتها الأمنية المتعددة بإجراء تفتيش واضح لكل الأبنية المحيطة في ساحة التحرير، وأقولها المنطقة الخضراء، لأن الخوف، كل الخوف من وجود متسللين أو حتى قناصة في هذا الموضوع. دائما هنالك مبدأ الحرب يشعلها مجنون، ولكنك بحاجة إلى فريق من العقلاء لإيقافها. هذا التصريحات من قبل قادة قوى التغيير هو يبدو أنه لديهم مجسات، خاصة أن الطبقة السياسية في تجربة تشرين خلقت لها رد فعل واضح، ووجدت أن هذا الشباب أو مجموعة المؤمنين بالتغيير في تشرين وكل القوى المطالبة بموضوع تحقيق العدالة الاجتماعية إنها استطاعت أن تنقل صورة حقيقية وتقض مضاجع السلطة مما اضطرتها أن تقدم إلى مزيد من التنازلات.